لا والصلاة والسلام على رسول الله. مؤتمر وزير التربية والتعليم إن شاء الله رب العالمين خلال الأسبوع ده. استنى، أنا عارف في طلاب كتير هيقولوا أنت بتقول بقالك شهر المؤتمر، مش أنا اللي بقول الكلام ده، منشور على جريدة الدستور والمصري اليوم والجمهورية وكمان منشور على مصراوي. طيب أنت لسه مش مصدق، تعال نسمع وزير التربية والتعليم بنفسه ونشوف قال إيه عن المؤتمر الصحفي اللي هيعقد إن شاء الله خلال أيام. ما زال الكلام واللوكلوك حوالين ثانوية عامة، وأنا أتمنى أن مسألة ثانوية عامة دي تنتهي من أولويات مشاكل مصر للأبد، لأن أنا من الجيل مثلا 30 40 سنة بنتكلم في ثانوية عامة. يعني حضرتك جيت وعملت يعني تغيير وعملت نظام جديد، أتمنى أن المسألة دي تبقى خلاص انتهت من جدول أعمال الدولة المصرية وحوار المواطن المصري للأبد بقى. يعني قريبا إن شاء الله، بس ده عاوز توافق في الفكر بين أطراف كتيرة جدا. إحنا بنحاول، كنا عرضنا من شهور كده فكرة تعدد المحاولات بدل ما تكون الثانوية العامة محاولة واحدة، وتعدد نماذج الامتحان، وطبعا تغيير موازي في التنسيق في شروط القبول بالجامعات. إن شاء الله كل الشغل ده هيتم قريب، ولكن إذا كنا بنتكلم عن الثانوية العامة القادمة فبرضو احنا وعدنا بمؤتمر صحفي هنعلن فيه خلال ايام، قد يكون خلال هذا الاسبوع ان شاء الله، نتكلم فيه عن امتحانات المرحلة الثانوية كلها اللي هي اولى وثانية وثالثة ثانوي، ونتكلم فيه على امتحانات ابنائنا في الخارج في نفس الوقت، نقول لهم الضوابط بتاعت كل مجموعة فيهم والمواعيد بتاعت كل المجموعات دي بإذن الله. بس دي أعداد كبيرة جدا وظروفها مختلفة، وبالتالي احنا حريصين جدا المعلومة تكون يعني تم التوافق عليها بين كل أجهزة الدولة، وقربنا جدا زي ما سمعنا كلنا كلام وزير التربية والتعليم. واضح ان شاء الله رب العالمين هيكون المؤتمر خلال الأسبوع ده، او ممكن ان هو يكون الأسبوع القادم، ولكن الاحتمال الاكبر ان هو يكون الاسبوع ده. مش انا اللي بقول، عشان بلاقي ناس تقول لي انت بتقول بقالك كتير بتكلم على المؤتمر، مش انا اللي بقول، ما اجيبش اخبار من عندي. الكلام ده كله على المواقع، وزي ما انتم شايفين على صفحه وزير التربيه والتعليم، وجبت لكم النهارده صوت الوزير هو بنفسه اللي بيتكلم ويقول لك المؤتمر الاسبوع ده. نتعرف فيه على كل التفاصيل خاصه بطلاب اولى وثانيه وثالثه. في خبر وزير التربيه والتعليم نفاه اللي هو تاجيل امتحانات اولى ثانوي وثانيه ثانوي، ولازم تحضروا الامتحانات التدريبية اللي هتبدأ بكرة إن شاء الله. ليه لازم تحضروا؟ تتعرف على شكل المنصة الامتحانية الجديد، تقيم نفسك كمان في المواد. فأرجو من الجميع إنه يحضر، عشان كده بنعمل زي تيست نشوف إيه اللي هيحصل في آخر الترم. التشعيب والقصة الكبيرة بتاعت التشعيب إن شاء الله ننتهي منها خلال أيام داخل المؤتمر الصحفي، وتفاصيل الأسئلة داخل الامتحانات وآلية عقد الامتحانات سواء تابلت ولا ورقي، هندخل بالكتاب ولا الكتاب هيكون PDF، كل ده إن شاء الله خلال المؤتمر الصحفي وكمان لتالتة ثانوي وشكل الأسئلة. وأهم نقطة إن وزير التربية والتعليم أكد في جدول نزل لطلاب أولى ثانوي وثانية ثانوي وشفناه منتشر على الفيسبوك. أنا عارف في تعليقات هتقول إحنا ما شفناش حاجة، في جدول انتشر البعض منكم شافه. وزير التربية والتعليم أكد إن مفيش أي جداول نزلت للامتحان نهاية السنة لأولى ثانوي وتانية ثانوي، لسه مفيش جداول. تالتة ثانوي إن شاء الله هيكون في مقترح هيعرض على الطلاب، مجرد الموافقة هيتم تأكيده ويبقى كده ثابت عندنا إن شاء الله. احتمال كبير هتبدأ يوم 11/6 تالتة ثانوي. طلاب الثانوية العامة مش عايز حد يكون قلقان، ما تشغلوش دماغكم، خلاص انتوا سمعتوا من وزير التربية والتعليم المؤتمر خلال أيام، محدش يكون متوتر، محدش يكون قلقان. انا عارف ان انتوا عايزين تعرفوا ايه الدنيا ونهايه الموضوع ايه والامتحانات تبقى عامله ازاي، ولكن في الفتره ديت نركز كل تركيزنا يكون على المذاكره، ان احنا نحاول نلم الدنيا. حتى لو انت فتحتش حاجه تقدر ان شاء الله رب العالمين تعمل جدول ليك، تخدم الملخصات بعد الاستعانه بربنا سبحانه وتعالى، وتقدر تبتدي وتخلص وتجيب امتياز كمان في الترم الثاني. لو انت تقديرك ضعيف في اولى وثانيه ثانوي لازم تشد الترم ده، تشد جامد وتجيب على الاقل في المواد ديت جيد جدا، وإن شاء الله رب العالمين هتجيبوا امتياز في كل المواد. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق لينا جميعا، والله المستعان. شوفكوا في فيديو جديد.